قوله حدث أخبرنا محل بن خليفة، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه محل سوى راو واحد وهو محل بن خليفة الطائي. الأخوان اللي عند العمود ارفعوا البخاري من الأرض، رفعتماه؟ الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. عبد الأول بن عيسى السجزي الذي من قرون اتصلت الرواية العالية به في البخاري، هذا الرجل ما وصل إلى هذه الكرامة التي حظي بها إلا أن أباه أدبه عند خروجه لسماع البخاري أنه كان يأمره بحمل حجرين حتى إذا عي أسقط أحدهما، حتى إذا عي أسقط الآخر، حتى إذا عي من المشي حمله أبوه وكان ابن 7 سنين، فحمل البخاري فحمله البخاري إلى يوم القيامة الإسناد العالي الذي وقع. فالإنسان ما يستثقل يضع البخاري على حامل ولا يحمله بيدين، هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي رمضان، كل هذه توجب الاعتناء بمثل هذا المقام. نعم.